مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أكثر من زاوية بعد مضي الشهر الفضيل وعطلة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. نعود مرة أخرى لاستئناف هذه الحلقات من أكثر من زاوية، وهذه المرة نلتقي وقد فتحت المدارس أبوابها وبدأ العام الدراسي في الخرطوم، وانتظم الطلاب والمعلمون كما هو المعتاد في عام دراسي جديد. نأمل من المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ويكلل بالنجاح والتوفيق لكل أبناء والطلاب في كل المراحل الدراسية. لكن هذا العام أتى في ظروف قد تكون استثنائية. بدأ في فصل الخريف، كتبنا في السودان أن يبدأ العام الدراسي في فصل الخريف، ولكن هذه المرة كان هناك الإسهالات المائية، كانت عامل هاجس أو قلق لأولياء الأمور وللمعلمين، للإعلاميين، لقطاعات كبيرة من الشعب، كانت تشكل عامل قلق لبداية العام الدراسي. لذلك بدأنا هذه الحلقة بمناقشة هذا الملف، وسعداء أن يكون معنا اليوم ضيفنا الكريم دكتور عصام الدين محمد عبد الله، وكيل وزارة الصحة الاتحادية. مرحبا بك دكتور عصام. أهلا وسهلا، تحية لك الأخت إيناس، وتحية للأخ المخرج والإخوة العاملين في الحلقة، التحية لمشاهدي الفضائية السودانية، وكل عام والجميع بخير وانت بخير إن شاء الله. في انتظار دكتور فرح مصطفى، دكتور فرح وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم، نحن في انتظار انه هو يجي في اي لحظة، متوقعين انه يجي علشان نتكلم عن المدارس من الشقين، جانب الصحة وجانب بداية العام الدراسي. لكن محظوظين انك دكتور عصام معانا، ونسأل عن الموقف الآن، يعني الناس متابعين حكاية الإسهالات المائية، وكل يوم الإعلام بيرسل رسالة وبينزل خبر في الجرائد وفي التلفزيون وفي الإذاعات وكذا، لكن وقفنا الآن، إحنا واقفين وين؟ حقيقة مرض الإسهالات المائية هو له فترة طبعا في بعض ولايات السودان. الآن نحن متابعين موضوع هذا المرض في ولايات السودان المختلفة، واقفين ميدانيا على الأوضاع. لدينا فرق في كل الولايات المتأثرة وفي الولايات التي لم تتأثر. يعني باختصار ممكن نقول انه المرض في انحسار في كل الولايات التي كان فيها اعداد كبيرة. مثلا اذا اخذنا ولاية النيل الابيض وهي اكثر الولايات تأثرا بهذا المرض، هناك انخفاض كبير جدا في عدد الحالات المسجلة يوميا. كثير من الولايات ايضا التي شهدت اعداد كبيرة من هذا المرض ايضا في انحسار كبير جدا في الحالات يعني. وده برضو واضح من خلال المراكز العزل التي نحن حقيقة بننشئها عشان نستقبل فيها المرضى. في ولاية النيل الأبيض مثلا كان هناك حوالي 67 مركز للعزل، الآن هناك حوالي 39 مركز فقط، يعني أغلقنا عدد كبير من المراكز التي كنا نستقبل فيها الحالات، وده بدليل أن الحالات بدأت في الانحسار. نحن نتمنى أن الانحسار ده يستمر لأن يتوقف المرض من الانتشار في ولاية السودان. الناس كانت بتخلط ما بين الإسهالات المائية والكوليرا، هل هي شيء واحد، مرض واحد؟ هل هي مصطلح علمي وآخر مصطلح مثلا متداول في الإعلام؟ الرابط بيناتهم، وإذا كان هي أو إذا كان هم مثلا الاثنين مختلفين، هل هناك اختلاف بين الإسهال المائي وبين الكوليرا؟ هما الاسمين اسمين علميين طبعا، لكن تسمية الإسهال المائي الحاد تسمية أوسع، يعني بيشمل الكوليرا وغيرها. يعني الإسهال المائي الحاد هي حالة مرضية بتصيب المريض بأنه يكون عنده حالات الإسهال أكثر من 5 حالات، يعني زول بيمشي المرحاض أكثر من 5 مرات. يعني البراز بيطلع في شكل مائي، يعني بيكون شكله مويه، فده بسموه إسهال مائي حاد. أسبابه متعددة، ممكن تسببه ميكروبات، إما بكتيريا أو فطريات أو حتى يعني بعض الميكروبات الأخرى. يعني الكوليرا مرض بيصيبه بكتيريا محددة، يعني لأنه الأسباب البكتيريات التي تسبب الإسهال المائي الحاد عديدة، يعني منها ما يسمى البكتيريا المعوية، الإيكولاي وغيرها. يعني الكوليرا أحد هذه أنواع البكتيريا بيسبب هذا المرض يعني. فتسمية الإسهال المائي الحاد تسمية أشمل وهي أدق، باعتبار نحن
يعني ما بنفحص كل الحالات، لأنه الفحص بيستغرق بعض المجهود، يعني نحن نحتاج له أصلا باعتبار أنه العلاج لكل حالة الإسهال المائي الحاد تكاد تكون واحدة. لكن دكتور عفوا، يعني هل إسهال مائي يشمل الكوليرا وأمراض أخرى؟ نعم يعني ممكن الإنسان يكون عنده كوليرا وآخر يكون عنده مرض آخر هو نعم مسبب نعم الإسهال نعم المائي. نعم طيب أيهما أصعب؟ يعني الناس لما تسمع كلمة كوليرا دي بيصيب نوع من الخوف والفزع. والله هي السبب في خوف من هذا المرض هو سبب تاريخي، لأنه قبل اكتشاف المضادات الحيوية كانت الكوليرا يعني بسبب وفيات كبيرة جدا. قبل اكتشاف الإحطاء المحلية الوريدية كانت أيضا الكوليرا تسبب يعني وفيات ضخمة. يعني الآن يكاد يكون هذا المرض أول حاجة هو يعالج بصورة يعني بسيطة تحت الإنسان مضادات حيوية وتعوضه عن السوائل التي فقدها، أما عن طريق الوريد أو عن طريق الفم بمحاليل بتركيب معين. فعلاج هذا المرض علاج بسيط يعني، ويمكن حتى في بعض الأحيان يعالج في المنزل، صحيح نحن ننصح بذلك، لكن هو مرض لم يصبح مرضا مغلقا يعني، وعشان كده احنا ما خايفين كثير من هذا الموضوع يعني. طيب إحصائياتكم الآن، يعني أنتم شايفين شنو ناس الصحة؟ هل الانحسار ده إذا كان انحسار الآن في انحسار والحمد لله الناس ماشيين كويس، ما خايف إنه الخريف لما يبدأ الانحسار ده كله ينهار؟ طبعا هو المرض لديه عوامل كثيرة ممكن تزيد من الاختطار لهذا المرض. المرض طبعا بتاع اللسان المائي الحاد بينتقل عن طريق الفم، بمعنى انه اما عن طريق الشراب او عن طريق الاكل. لذلك التعرض للشراب ملوث او طعام ملوث هو يمكن ان يؤدي الى اصابة الانسان بما يسمى بالاسهال المائي الحاد. الخريف إذا لم يتم التعامل معه بصورة يعني صحية يمكن أن يزيد اختطار السهالات المائية الحادة، لكن لأنه أيضا الوقاية من هذا المرض وقاية بسيطة، أنت إذا عملت بعض الإرشادات البسيطة، يعني مثلا المياه تأكدت أنها نقية، يا إما هي جاية من مصدر نقي أو أنت ممكن تغليها، تغلي الماء في البيت. الغليان كافي يعني الغليان كافي لأنه يقتل كل أنواع الميكروبات الموجودة والمسببة لهذا النوع من المرض وحتى الأنواع الأخرى يعني. فالزول يغلي المويه ويبردها إذا لم يكن لديه كلور مثلا في المنزل يعني. غسيل الأيدي بالصابون قبل الأكل وبعد الخروج من المرحاض، غسيل الأطعمة الطازجة، الزول يغسلها كويس وياكلها زي الخضروات زي مثلا. الخضروات مثلا، هذه الثلاثة حاجات تكون كافية جدا لأنها يعني تمنع انتقال المرض حتى لو يعني الميكروب كان منتشر في البيئة الساكن فيها الإنسان يعني. فعشان كده شعر انه حتى الخريف نفسه صحيح قد يزيد من اختصار باعتبار الذباب بيكثر، المياه قد تتلوث، قد تكون راكدة. الخضار قد تتلوث من المياه نفسها وكده، لكن هذه الرشادات البسيطة كافية لأنها تمنع انتقال هذا المرض. طيب إذا إحنا الآن أمام مثلث، يعني التعامل مع هذه الإسهالات يتطلب أن نتعامل مع الصحة، مع البيئة من حولنا، أنه يكون في نظافة بيئة وفي إصحاح بيئة الآن، وأن نتعامل مع أطفال الآن هم في عام دراسي. الشراكة في المثلث ده شراكة ما بين الدولة وما بين المواطن وما بين توعية الأطفال نفسهم أو الطلاب نفسهم المتعاملين مع هذه البيئة. أنتوا توجيهاتكم كانت شنو؟ والله قضية الشراكات دي قضية أساسية ومحورية في كل قضايا الصحة، ليس فقط في قضية الإسهالات، لكن كثير من القضايا التي يمكن أن تؤدي أن الإنسان يكون صحيح أو يكون مريض تدخل فيها كثير من العوامل الاجتماعية والبيئية والثقافية. لذلك نحن في تدخلاتنا للحد من هذا المرض حرصنا أنه شركاء الصحة في القطاعات الأخرى يكونوا معانا موجودين في الترتيب لأعمال المكافحة هذه يعني. ونحن كل لجان اللي كوناها على مستوى المركز هنا في المستوى الاتحادي أو في الولايات أو حتى على المستوى المحلي اشتركنا فيها هذه الجهات بيحتوي لها دور أصيل جدا في التعامل مع هذا المرض. مثلا القطاع بتاع المويه قطاع مهم جدا، لأنه باعتبار أنه واحدة من الأسباب التي قد تؤدي لانتقال هذا المرض هي المياه الملوثة، ولعل
قضية النيل الأبيض خير مثال، لأنه كثير من المواطنين كانوا بيشربوا مباشرة من النيل الأبيض، مما أدى إلى إصابتهم بهذا المرض. فإذا لم يكن قطاع الماء فاعل في هذه القضية من خلال الترتيبات التي يمكن أن يحدثها، بأنه يعني ينقي الماء، يكرر الماء من خلال التزغيف الصحي. التزغيف الصحي دي قضية تغيير السلوك، يشاركنا فيها قطاعات كثر، يعني مثلا القضية بتاعت الأئمة والدعاة لهم دور كبير جدا، المدرسة والمدرسين لهم دور كبير جدا في توعية الطلاب بهذه القضية، الإعلام له دور كبير جدا، وتكون هذه الحلقة أيضا واحدة من القنوات التي يمكن أن تتيح الكثير من المعرفة للمواطنين عشان يقوا نفسهم من هذا المرض. فالنقطة التي أريد أن أوصلها أنه القضية هذه زي ما تفضلت حضرتك هي قضية قطاعية، لا يمكن لوزارة الصحة لوحدها أن تسهم في وقف هذا المرض، ولكن يجب أن نتكاتف جميعا كقطاعات حكومية وكقطاعات مجتمعية أيضا، القطاعات المختلفة. يعني مثلا الفن يمكن يكون له دور كبير جدا في هذه القضية، بتوصيل رسالة من خلال المسرحيات المتجولة، من خلال الشعر، من خلال القناة إلى آخره. الرياضيين يمكن يسهموا في هذا وهكذا. فأنا دار أقول إنه هي قضية يعني كل القطاعات يمكن أن تسهم فيها بصورة كبيرة جدا. المدارس لها دور كبير، ونحن حقيقة شاعرين إنه فتح المدارس فيه ناحية إيجابية. ناحية إيجابية. نعم، الخرطوم مثلا فيها حوالي 2 مليون و200 ألف طالب. صحيح، أو أكثر كمان. هذا العدد إذا ملك هذه الرسائل البسيطة هو حيقي نفسه، بمعنى أنت ستكون مثلا تلت سكان الخرطوم خلاص. لكن هم يمكن أن يكونوا وسيلة لنقل هذه المعرفة للأسرة، لأنه أي أسرة فيها طالب في المدرسة الابتدائية أو الثانوية يعني. فنحن مركزين جدا على أنه نوصل هذه الرسائل للطلبة في المدارس من خلال ما تم من تنسيق مع وزارة التربية والتعليم في كل الولايات السودان، ومن خلال الصحة المدرسية. هناك برنامج كبير للصحة المدرسية فعلناه مع فتح المدارس عشان يوصل هذه الرسائل للطلاب، وهم من بعد يوصلوها للأسر. طيب أنا في قصة إنه فتح المدارس ممكن يكون شيء إيجابي، يعني المدارس دي إحنا لو شفنا الأطفال اللي هيكونوا أو الطلاب اللي هيكونوا موجودين في المدارس، إذا قلنا طلاب الثانوي والأساس ممكن الزول يستوعب ليك الفكرة ويفهم بالضبط ممكن يعمل شنو، لكن في قطاع بتاع قبل المدرسة مثل الروضة، يعني دي الأطفال صغار، وانت بتعرف انه زي ما بيقولوا بالبلدي كده هم براهم ملكلكين، يعني اقل حاجه انت بتشعر ان الطفل بيصاب بتجيه اعراض وما الى ذلك، وانتوا اطباء وتعرفوا التدابير الاحترازيه شنو. هل كنا نفتح المدارس مثلا ونخلي رياضه الاطفال؟ هل رياضه الاطفال اذا فتحت مع المدارس، لانه الاسره بيكون فيها ما شاء الله من كل المستويات من الثانويات لحد الروضه بيكون في بيت واحد ويكونوا مشوا مع بعض، الخوف بيكون على الشريحة الضعيفة من الطلاب اللي هم مثلا طلاب الرياض، ديل التعامل معاهم كيف؟ يعني ممكن هو ما يستوعب لك الفكرة دي ولا ياخد باله انه يغسل يدين ولا يعمل ايدين. وأنا يمكن أن أصف المدرسة بأنها هي بيئة حافظة، باعتبار أنه أصلا هي بيئة مهيئة ومعدة، يفترض يعني عشان تستوعب الطالب بطريقة مريحة، سواء كان الطالب ده فيما قبل الأساس أو في الأساس أو في الثانوي أو حتى في الجامعة يعني. ونحن بطبيعة المدرسة بيهيئ له أساتذة على قدر من التعليم يعني. فأنت لو غارنتيها بالبيت مثلا، اللي هو البيت قد يكون فيه أم غير متعلمة، إذا كنا حريصين على قد تكون بيئة المنزل نفسها غير مهيئة، وده في يعني في مثل هذه البيوت يعني. لكن المدرسة في الأصل هي يرتب لها في أنها تبقى دائمة محافظة لهؤلاء الأطفال ولهؤلاء الطلبة يعني. وده بنحاول نحن نعمل يعني من خلال جهودات وزارة الصحة وحتى وزارة التربية والتعليم من خلال التهيئة اللي عملت يعني. وممكن الأخ دكتور فرح لما يجي كان معنا أمس في اجتماع وأوضح الجهودات الكبيرة التي قام بها في ولاية الخرطوم لتهيئة المدارس من ناحية بيئة للمدرسة. نعم، كمية المراحيض التي تم حفرها وبناها في المدارس مقارنة بالعام السابق، الترتيبات للمياه التي يمكن تناولها وهكذا يعني. عملت جهود ضخمة جدا تحاول أن تهيئ البيئة المدرسية
بحيث انها تبقى مناسبه ومانعه لانتقال اي نوع من الامراض التي يمكن ان تنقل عن طريق المياه او عن طريق الفم يعني. نعم دكتور، لو نحن عايزين نتكلم عن نقطة تانية أو ننتقل لمحور تاني، اللي هو ليه وزارة الصحة ما أعلنت إنه في وباء؟ هل إحنا ما وصلنا للمرحلة دي؟ يعني ما وصلنا لدرجة إعلان الوباء؟ أم هو تخوف؟ أم هو قرار سياسي؟ أم ماذا؟ لا، وزارة الصحة تحدثت عن وجود هذا المرض، عن كمرض، لكن ما ذكرت إنه هو وباء، حتى إنه منظمات دولية مثلا تتدخل. هو الطلب بتاع تدخل المنظمات الدولية بأنه في طارئ، هذا له تعريف مختلف. المنظمات الدولية الآن تشارك معنا في العمل في هذا الموضوع، وهي مشاركة في التخطيط له وفي الترتيب له ومملكة لجميع المعلومات، وعندها إسهامات فنية ومالية وعينية في هذا الأمر. نحن في الإعلام تحدثنا حتى عن الأرقام نفسها، السيد الوزير في مؤتمر الصحفي تحدث عن الأرقام الإصابات، ونحن نملك المعلومات، نملك الصحافة، نملك وسائل الإعلام كل المعلومات، سواء كان عن انتشار المرض والولايات التي أصيبت به أو في إطار التصنيف الصحي للمواطنين وتوعيتهم بهذا المرض، طرق انتقاله وكيفية الوقاية منه. فنحن بنعتبر أنه تمليك المعلومة للمواطنين حاجة قضية أساسية، ومؤكد وسائل الإعلام بيكون عندها دور كبير جدا، فنحن عندنا تواصل كبير مع وسائل الإعلام، وجودنا في هذه الحلقة دليل على أنه نحن صحيح. نتحدث عن هذا المرض. طيب 200 الناس لا قدر الله، ان شاء ربنا ما يجيب، تعلن انه هو ده وباء او تعلن انه هو طارئ. الطارئ هو القضية التي لا يستطيع المجتمع المحلي أن يستجيب لها لوحده، بمعنى أنك أنت بتصل مرحلة القضية تبقى أكبر من طاقتك. نحن لم نصل لهذه المرحلة الحمد لله في هذا المرض يعني، والمجهودات ما تزال لدينا سعة أكبر يعني، حتى لو المرض انتشر بصورة أكبر من الموجودة الآن لا قدر الله يعني. فنحن نفتكر نحن لم نصل مرحلة الطارئ يعني، عشان نقول والله يا جماعة نحن وقفنا، تعالوا سد الحكاية. صحيح نحن نتعاون مع الآخرين باعتبار أنه المجتمع الدولي أيضا لديه مسؤوليات تجاه السودان، وهم يدعمون هذا، لكن في إطار الدعم العادي، لأنه أصلا هم يدعمون حتى بدون وجود هذا المرض يعني. في شغل مشترك لوزارة الصحة ولكثير من الوزارات مع منظمات الأمم المتحدة ومع بقية أفراد المجتمع الدولي في كثير من القضايا، وهذه مسؤوليتهم أيضا. طيب النقطة الثانية، إنه هل بالفعل المرض ده جاء نتيجة وجود لاجئين من دولة جنوب السودان؟ يعني الناس هسه لما تتكلم لك في الإعلام يقول لك يا أخي المرض ده إحنا ما بنعرفه، ما كان عندنا، رغم إنه أنا في قراءاتي وجدت إنه حالات الإسهال المائي أو الكوليرا كانت لحد سنة 66 كانت في حالات وتم علاجها وكده، لكن الآن الناس بتشن هجوم بيقول لك يا أخي لا ده جاء مع اللاجئين. حالة الإسهال المائي الحادي إذا بدأنا من سنة 66 إلى الآن في حوالي 14 ما نسميه بانتشار لهذا المرض بصورة واسعة يعني، 14 مرة 14 مرة، آخرها كان في 2014. لكن ما كانت في 2014 معلنة أو منتشرة زي الآن. نعم الأعداد كان أقل، الأعداد كان أقل، لكن أنا دار أقول المرض هذا يمكن أن يحدث إذا توفرت الظروف المناسبة له يعني، إذا توفرت بيئة مواتية لأنه يحدث هذا المرض، بيبقى بعد ذاك مقدار الجهود البذلت عشان تحيد من انتقال هذا المرض. فيما يخص قضية اللاجئين الجنوبيين، مؤكد قضية اللجوء قد تزيد قضية الاختطار، باعتبار انه اللاجئين قد يكونون متواجدين في بطريقة فيها زيادة اختطار لانتقال المرض، يكونوا خارج المعسكرات مثلا، او حتى المعسكرات نفسها اذا ما منظمة بصورة كويسة يعني. على العموم المرض ده ساعة بدأ، والحالات الاولى انتقلت لنا من دولة مجاورة ليست الجنوب يعني، دي الحالات الأولى لهذا المرض. قد يكون هناك، هو برضه موجود في الجنوب طبعا، المرض الإسهال المائي الحاد موجود الآن منتشر بصورة في الجنوب، قد يكون هناك بعض الحالات التي وفدت للسودان الإخوة الجنوبيين، لكن نحن لم نشهد حالات كبيرة لهذا المرض في معسكرات الإخوة الجنوبيين إلى الآن يعني، حتى الآن مثلا في ولاية النيل الأبيض، وليس قد أكثر حالات معسكرات الجنوبيين في ولاية النيل الأبيض لم تشهد حالات لهذا المرض يعني. سنعود لهذه النقطة أخرى كثيرة تتحدث حول هذه الإسهالات المائية.
وبداية العام الدراسي والمخاطر التي قد تكون في خاطر أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، لكن بعد الفاصل القادم. مهمات في تاريخ الحياة السياسية في السودان. هذه النقطة كانت هي محل الخلاف الفاصل في الجولات السابقة كلها. الإنسان بكرامته وحريته هو غاية في حد ذاته. بعد ما توفر هذا المقابل شنو؟ كثير من الأحداث كانت مصطنعة. ما بخاف منه، الله خاف منه. الاختراق جديد. أنا البرنامج بتاعك ده اللي هم بيكونوا مزعجين جدا منه. الأمن القومي السوداني يعني مستهدف. احنا بنقول انه لدينا دور ودور مشترك، يحتاج يعني التحرك من هنا. نعم. وليس من المنظمة الإقليمية. هو يوافق على السياسات ولا يدخل في العمل التنفيذي. صالح البلاد العليا دي تشمل كل الشعب السوداني. شهود على هذه المسألة. هناك قوة أخرى، فنحن المفروض نبحث عن القوة الأخرى الواقفة وراء حول النفر من الناس. ولذلك الذين الآن بقوا هم شغالين بالوكالة. بنعود مرة أخرى مشاهدي الكرام ونواصل الحديث مع دكتور عصام محمد عبد الله وكيل وزارة الصحة الاتحادية. مرحبا بك مرة ثانية دكتور عصام. أهلا وسهلا. مرحبا بك. ونعود لنقطة التعامل مع الإسهالات المالية. لو أديتنا هسي الآن مسح للولايات الموجود فيها وعملية الانحصار، في أي الولايات بالفعل قد انحصر فعلا وأي الولايات حتى الآن لا تزال في نقطة أو في مكان هي موجودة في ما نقول في نقطة الخطر؟ نحن الولايات اللي أصيبت بالمرض حوالي لحد قبل شهر كان زي 10 ولايات، ما عدا قبل شهر يعني ما عدا ولاية النيل الأبيض كلها كان تكاد تكون الحالات بسيطة جدا إذا ما منعدمة يعني. وإلى الآن بعض الولايات تشهد بعض الحالات البسيطة يعني تقل عن 10 في اليوم مثلا في بعض الولايات ومفرغة هنا وهناك يعني. ولاية النيل الأبيض انحسر فيها الوباء بصورة كبيرة يعني. سجل في بعض الفترات ما يزيد عن 200 حالة في اليوم. الآن الحالات في حوالي 50 حالة وأقل وهكذا يعني. بدأت بعض الحالات البسيطة في ولاية كردفان. لكنها ما تزال حالات بسيطة يعني ما حالات كبيرة. ظهرت أيضا بعض الحالات في ولاية شمال وشرق دارفور وما تزال برضه حالات بسيطة. ده بصورة مختصرة يعني الوضع الوبائي الآن يعني، لكن زي ما قلت قبل هي الحالات دي في انحسار كبير يعني، ونسأل الله إنه الحكاية دي تستمر يعني. إذا استمر الانحسار بهذا المعدل نحن نتوقع خلال فترة بسيطة يعني الحالات دي تقيف من انتشار تماما يعني. طيب، واحنا فصل الخريف كما ذكرنا في بداية الحلقة قد يكون واحد من عوامل زيادة الخطورة، لكن بيختلف من ولاية لأخرى. يعني الخريف في الأبيض غير الخريف في الجبارة، غير الخريف في الخرطوم، غير الخريف في نهر النيل، هكذا قد تتباين الولايات نفسها في درجة الخطورة وفي مدى استيعابها أو تحملها لمثل هذه المخاطر أو التعامل حتى معها. كيف التدابير الاحترازية بتكون لهذه الولايات؟ يعني لو تحدثنا عن ولايات أخرى غير الخرطوم، عملية التدابير فيها، خاصة إذا ربطنا الكلام ده إنه بعض الولايات حتى الآن أجلت فتح المدارس، في بعض الولايات ما بدأت فيها المدارس، فعملية هل بدأت من خوف؟ يعني الحاصل ده من الخوف من إنه تتطور الحالة مع وجود الخريف مما يستدعي تدابير احترازية أكبر وقائية أكثر؟ نحن سئلنا في وزارة الصحة عن موقفنا من فتح المدارس يعني. نحن كان كلامنا انه والله الحكايه دي متروكه لكل ولايه تحدد موقفها يعني، وحددنا اشتراطات للمدارس. اشتراطات؟ نعم. للمدارس ولا للولايات نفسها؟ ما هي المدرسه يعني، المدرسه عشان تبقى مهيئه لانها لا تساعد في انتشار المرض. حددنا حاجات محدده بسيطه مثلاً. اللي هي قلنا المراحيض، لابد ان توجد مراحيض في المدرسة، لابد أن يكون هناك مصدر مأمون للمياه يعني، ما بينفع الموية الزلم يدخل فيها الكوباية ولا الكوز يعني عشان يغرف يعني، لما بتبقى مصدر لازم مصدر الموية يكون في ماسورة بتحيط أو يعني هسي في مدارس بيكون فيها أزيار، الأزيار الطالب بيدخل نحن طالبنا يعمل فيها ماسورة بتحيط، الزير نفسه يمكن أن
العمل في مسؤول عشان ما زول يخش يخد بفوق يعني. برضه اذا المدارس بتبيع فيها محل بيع اكل لابد انه يكون في اشتراطات محدده حددناها يعني للبوفيهات. للبوفيهات نفسها بيئة المدرسه نفسها تكون نظيفه وغالب المدارس فيها نظافه وكذا، الطلبه نفسهم ممكن يساهموا في هذه القضيه. منع الباعة المتجولين حول المدارس يعني. دي سلطات منو منع الباعة المتجولين؟ في سلطات ولائيه محليه يعني، في الغالب بيكون بتترك للمحليات عشان حكايه الباعة المتجولين هذه يعني. نعم. وبتكون في عاده زي لوائح وقوانين محليه تصدر وتشدد يعني في فترات مثل هذه يعني. فالولايات التي كان مواعيدها في هذا الوقت فتحت هي استوفت هذه الاشتراطات غالبه يعني، والولايات اللي قد تكون اخرت شويه قد عايزه وقت يبدو يعني انها عشان تكمل هذه الاستعدادات يعني. لكن طبعا المياه يعني احنا برضو في زياراتنا للولايات يعني احنا طفنا عدد كبير من الولايات ومشينا حتى ارياف هذه الولايات. في بعض الولايات مثلا مصادر المياه يعني انها كان مشينا كان بدا فيه الخريف وبدا فيه تجمع للبرك يعني. وفي بعض السكان بيشيلوا المياه من البرك هذه للشراب يعني. نعم. وهي مياه بتكون في الغالب ملوثه يعني. فمثلا دي قد تمثل احدى مصادر الاختطار يعني. نعم. فدي بيبقى حكايه التزييف الصحي ورفع وعي المواطنين. خلاص انت لو حتشيل المويه دي اغليه. نعم. بس مش اغليه وبرده وبعد ذاك ممكن تستخدمها يعني. فمثل هذه القضايا البسيطه يعني ستسهم بصورة كبيرة في الحد من المرض، وهذه الاختطارات إذا الناس وصلوا فيها ممكن أن تسهم في انتشار المرض بصورة كبيرة. عملية تنقية المياه دي يعني إحنا زمان كنا بنشوف إنه الناس بتخط في الأزيار نفسها قطعة الشب العادية دي. نعم. هل دي كفيلة أو قادر على قتل مثل هذه الميكروبات وتنقية المياه بالفعل، ولا نحن محتاجين لأكثر من كده؟ طبعا ناس الولايات بيعرفوا الحاجات دي أكثر من ناس الخطر. طبعا هو في وسيلتين، في وسيلة بتاعة الغلي هذه. انت لو غليت حتى لو هي يعني في عقور عاليه بتقضي على الميكروبات نفسها يعني. نعم. بيحتاج انه الغلي ياخذ فتره زي 20 دقيقه يعني. الوسيله الاخرى هي كلورة المياه، انك بتكون فيها كلور، كميه من الكلور بجرعه محدده. الكلور عشان يصبح فاعل لازم تكون المياه عقورتها قليله. قليله؟ قليله يعني لازم نلاقيها قبل ما نكلورها، لانه الكلور لن يستطيع نصل للميكروب، الميكروب بيكون موجود جوا العكوره يعني جواها، فالكلور هذا حبه الكلور هذه بتتحول لغاز ما بتخترق هذه، فلا بد من انه يكون في نقل العكوره بصوره كبيره باستعمال الشب زي ما تفضلت حضرتك يعني. فالمياه العكره لا بد ان ننقيها قبل ان نكلورها بعد ذلك نشربها او نغليها. نعم. دل الحالتين موجودين، دل الوسيلتين. طيب انتم في طوافكم الان لهذه الولايات الموقف شفته كيف؟ عملية الانحصار هل فعلا بأعداد كبيرة؟ يعني الإعلام يقول لك الانحصار بأعداد كبيرة ومطمئنة، لذلك تم فتح المدارس وبعض الولايات. هل هنا تلعب السياسة دور؟ أم لابد وأن يكون الوضع الصحي هو وضع مهني طبعا هو ليس سياسي؟ أيهما أوفى؟ ونحن أنا أقول لك تجربتنا مثلا في النيل الأبيض، نحن مشينا قعدنا في النيل الأبيض فترة طويلة خلال رمضان يعني، أنا ذات كنت موجود في البداية نفسها وطفنا يعني المدن وطفنا الغرى وطفنا الريف. الإخوة في ولاية النيل الأبيض وجدناهم في أقصى الريف، نحن نمشي في العربية نلقى عربية وزارة الصحة دي يعني في غرية بعيدة جدا، تلقى في محلية قولي أو في محلية تندلتي. بنجد العربية فيها ميكروفون وبتعمل تزييف صحي، بيكون في الغرية بتجي العربية دي حايمة في الغرية عشان توعي المواطنين. نعم. وبيكون فيها متطوعين بينزلوا بيقعدوا مع الناس البيت ديل بيت بيخشوا البيوت واحد واحد من باب لباب وبيتكلموا مع ناس البيت في انه كيفية ان يقوا نفسهم يعني. بتجي بنكون واقفين بتجي عربية ثانية لانه اي مريض بيخش العنبر بتاع العزل لابد ان يصل فريق لزيارة منزل هذا المرض. برجعوا له البيت. شوفوا اسباب الاصابه. بشوفوا اسباب الاصابه، بتاكدوا انه المياه مكلوره ما مكلوره كلوروها. وبروا اهل البيت كيفيه تنقيه هذه المياه، وبيحطوا كل اهل البيت جرعه وقائيه. نعم. وبرشوا البيت وبرشوا الزباب وهكذا يعني. فالاسباب دي كل الجهود دي كلها كانت جهود ضخمه جدا يعني حصلت في هذه البيئات، اسهمت بصوره كبيره جدا في انه المواطنين نفسهم
يغو. وانا افتكر انها هي الجرعات كان حتى ازيد من اللازم، لانه احنا مشينا سوق ربك لقينا ما في خضار، السوق ما في زي بيصير خضار خالص خلاص انتهى، واللي هي ما حاجه مطلوبه طبعا، لانه يعني الخضار ايضا مفيد للصحه يعني. نعم. اذا الناس قاموا وغسلوه بصوره كويسه يعني، حتى الناس بيقول لك نغسله بالصابون وصلت للدرجه دي، لا ما في اشكال. وفي ناس يقول لك الملح والخل، اي نعم. الطريقتين اي الصحيح يعتفيهم، والغسيل بالمويه بصوره ساكت المويه اي غسيل عادية. شديد كويس، لكن الصابون ايضا يمكن، الصابون طبعا مطهر. نعم. الصابون مطهر، زول غسل ممكن بالصابون وبعدين غسل بمويه شديد بحيث انه ريحه الصابون تكون ما موجوده يعني. لكن الملح والخل والمواد المعقمه الزايده دي كلها مطهره يعني، الخل مطهر ممكن. الملح ايضا هو برضو من المواد المطهره يعني، لكن الماء اكبر مطهر في الكون يعني، مهمه ما هي دي كلها فيها ماء طبعا. نعم. طيب التجارب يعني، في ولايات كانت شجاعه منهم ولايه النيل الابيض، يعني حينما جاءت هذه الاشياء تعاملت مع الموضوع بشجاعة شديدة، ابتداء من الوالي اللي هو التحية من هنا دكتور كاشا، انه تعامل مع الوضع بمنتهى الهدوء وبمنتهى الشجاعة في نفس الوقت. هل بتجد انه في بعض الولايات محتاجة لدعم المركز؟ هل في بعض الولايات محتاجة لتثقيف اكثر؟ البيئة هناك او تعامل المواطن معها كان اقل من المستوى المطلوب؟ ولا افتكر يا كل الولايات هذه كان في عمل جبار، وانا هنا بحيي حتى المجتمع المدني يعني نفسه يعني. مثلا اديك مثال في ولايه النيل الازرق، عندما حدث هذا الوباء جو تجار سوق الدمازين سلموا 30 عربيه، واربعتهم نفسهم الواحد يكون عربيه واحده هو تاجر شاغل بها، بسلم مفتاحها بقول اديتكم لمده الشهر. فكان هناك ملحمه حقيقه كبيره جدا يعني، ودي كلها حصلت لانه حصل تحريك يعني من قبل الحكومات نفسها يعني. فالسادة الأولى في كل هذه الولايات بذلوا مجهودات جبارة يعني، والأخوة المحتمدين وزارات المختلفة ليس وزارة الصحة فقط يعني، فحصل عمل كبير يعني في كل هذه الولايات يعني. مؤكد المستوى الاتحادي كان موجود، ليس فقط ابن وزارة الصحة لوحدها، لكن مثلا في النيل الأبيض وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لديها وفد كبير الآن موجود في النيل الأبيض يعين الإخوة في قضية المياه في هذه الولاية يعني. فالمجهودات الاتحادية كانت مجهودات كبيرة ومتصلة. نحن في الفترة بتاعت العيد دي رسلنا وفود إسناد، سميناه وفود إسناد لكل الولايات، مشت قاعدة أسبوعين في هذه الولايات، كان وفود قطاعية فيها ناس من وزارة الصحة، فيها ناس من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، فيها وزارة التربية والتعليم، فيها ناس من اتحاد الشباب الوطني، في ناس من اتحاد الطلاب إلى آخره يعني، اتحاد المرأة، هؤلاء كلهم أسهموا وكانوا جزء من هذا الحراك. مشوا قاعدة في البلاد لمدة أسبوعين وعملوا حراك كبير جدا حقيقة لكل قطاعات المجتمع، سواء كان الحكومة ولا القطاعات الشعبية الأخرى يعني. نعم. كان هناك حديث للسيد وزير الصحة الاتحادي دكتور بحر إدريس أبو بردة، وقال أنه محتاج من الجامعات أنها تعمل دراسات وبحوث حول تكرار عملية الإسهالات المائية، وأن هذه الظاهرة قديمة ولكنها بتتكرر من فترة لأخرى، لكن باعتبار أنها قد تكررت فإنها محتاجة للبحث العلمي. هل البحث العلمي هنا بيفيد وزارة الصحة ولا بيفيد المواطن نفسه، ولا هو عملية في هي تجربة إحنا بنمر بها، أو هي يعني هم إحنا بنمر بها والحمد لله رب العالمين أن الناس قادرين يسيطروا عليها في سبيل إننا نصل لنتائج؟ هل ممكن الناس تستفيد من هذا الوضع؟ قد يكون جانب إيجابي أيضا في مجال البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث. ومؤكد قضية البحث العلمي قضية حيوية في أي قضية، ليست قضية المرض فقط يعني. هكذا كان تصريحا له عبر الإعلام. لكن مؤكد قضية الإسهالات المائية، هناك كثير من الأزمة التي تحتاج إلى إجابات. مثلا هذا المرض ينتقل بواسطة المياه وواسطة الغذاء، أيهما يسهم أكثر في نقل هذا المرض في حالة السودان بالتحديد مثلا؟ في هذه الحالة، هذه الحالة بدون بحوث نحن من مشاهداتنا يمكن أن نجاوب. مثلا بش نقول؟ مثلا نوعية الحالات بتجي كيف؟ الحالات لو جات يعني مثلا قرية واحدة في لحظة واحدة جو 60 مريض من نفس القرية، هذه مياه. لا حول. من ناحية بسموها إبيديميولوجية يعني. في نفس اللحظة لأنه دي معناها مياه. إلا إذا كان هناك وليمة. الناس كلهم اجتمعوا حول وليمة واحدة وهكذا. مصدر واحد. لكن لو الحالات كانت مشتتة، واحد هنا وواحد هناك وكذا، دي غالبا بيكون غذاء. لكن هذه مشاهدات، ليس لم نكون واثقين 100%. يمكن أن تجرى دراسات في هذه القضية، هل هي مياه أم هي غذاء أم هما الاثنين معا، أيهما يسهم بصورة أكبر. لو تحدثنا عن السلوك
السودانيين اي انواع من السلوك هي التي يمكن ان تؤدي او تسبب او الى اخره. فانا سالم في هناك اسئله كثيره جدا يمكن لمؤسسات البحث العلمي، وانا هنا ادعو الاخوه في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ان يكون عندهم دور كبير جدا في هذه القضيه، ومؤكد ان عندنا خبرات علميه كبيره جدا في هذه المجالات، سواء كان مجالات الابيديميولوجي، المجالات الوبائيات، او حتى مجالات السلوك البشري، يعني علم الاجتماع والى اخره. يعني هناك كثير من العلماء الذين يمكن يسهموا بدورهم في هذه الحكايه. يعني فدي دعوه للاخوه في الوزاره وفي مساله البحوث الاخرى، يعني انها تسهم معنا في هذا العمل. يعني نعم. طيب، هذه الاسهالات يعني قديمه متجدده او قديمه متكرره، عمليه التكرار دي في حد ذاتها ممكن الناس توقف اسباب التكرار؟ يعني احنا ما ممكن نعرف سبب انه ليه بتتكرر ونقوم نقطع السبب ده علشان تاني ما تتكرر؟ هل احنا محتاجين لبرنامج لمكافحة الاسهالات المائية زي مثلا برنامج مكافحة الملاريا؟ هل احنا محتاجين لبرامج زي دي؟ مكافحة الضرر قبل كده كان برضو موجود برنامج زي ده صحي، هل بتستدعي الحالة ام لا؟ هو الان طبعا التوجه العالمي الناس بيقوا يركزوا على حاجة اسمها محددات الصحة، يعني العوامل التي تسهم في تحسين الصحة والعوامل التي يمكن أن تضر بالصحة. أنت بدل ما تركز على قضية صحية ركز على مسبباتها، ودي بتخليك أنت تتناول أكثر من مرض بتدخل واحد. يعني مثلا إذا مسكنا قضية الإسهال وقضية الملاريا، هناك عوامل تؤثر في القضيتين، أنت لو استهدفتها بالمعالجة يمكن أن تحسن من القضيتين. مثلا قضية المياه، نعم، الآن واحد من الإشكالات الكبيرة في السودان المياه الآمنة والسليمة، من أنه المشاهدات أنه زي ما قلت مثلا في النيل الأبيض على طول 600 كيلومتر اللي هي طول النيل الأبيض في ولاية النيل الأبيض، غالب المواطنين يشربون مباشرة من النيل، حتى المواطنين اللي عندهم آبار يقول لك مية النيل طعمة. نعم، دون أي تنقية دون أي تنقية. فالمعالجة قضية المياه يمكن أن تسهم بصورة كبيرة جدا في قضية الإسهالات المائية، لكن أيضا يمكن أن تسهم في قضية الملاريا، لأنه أيضا هي مسطحات المائية وخلافه ممكن تسهم في نفس البرنامج. فأنا دار أقول أنه نحن هناك حاجة لتناول بعض المحددات الصحية. إذا تناولنا قضية الإسهالات مثلا، قضية صحة البيئة ونقل النفايات، هناك مشكلة كبيرة جدا في كثير من أماكن سكن الناس في هذه القضية. نعم. وهي قضية الناس لو تكاتفوا عليها يمكن أن تحصل فيها معالجات وتسهم في تحسين صحة المواطنين. قضية المياه كما سبق وقلت. قضية طبعا الوعي للمواطنين. إذا هناك عملنا برامج ضخمة لأنه المواطنين نحسن من سلوكهم لسلوك إيجابي صحي. فلو هذه القضايا الثلاثة مثلا فقط هي ستسهم في تحسين صحة المواطنين باستهداف كثير من الأضرار الصحية اللي بتحدث بالنسبة للمواطنين. فأنا أميل لأنه تحصل جملة من التدخلات المتكاملة التي تؤثر في عدد من الأمراض، وليس فقط أن نركز على مرض محدد. يعني طيب، على ذكر المياه وعلى ذكر يعني بداية الحديث عن النيل الأبيض، هل الأسماك لها إشكالية؟ هل بتدخل ضمن المسببات للإسهالات المائية باعتبار أن الأسماك دي ما هو نفس البحر اللي حنشيل منه الماء حنشيل منه السمك، هل لها دور ولا لا؟ الأسماك طبعا ما غذاء، هو المرض يعني ممكن يزول يصطاد السمك ده وياكله. النيل الأبيض مثلا إذا مسكناه مثلا، أنا دا أقول الناس بيشربوا لأنه النيل الأبيض بينحسر مسافات طويلة. نعم. بينحسر مسافات قد تصل 2 كيلومتر. المواطنين بيعملوا شنو؟ هم بيقوموا بيحفروا زي خور صغير يجمع الزنابية. نعم. عشان يوصل الموية للجيفة تحت الأسنام النيل يفيض بيصل محل معين بيوصلوا هناك عشان يبقى قريب لهم. نعم. هناك بيشيلوا الموية. الزنابية الطويلة دي الخور الطويل ده الموية بتكون راكضة فوقه وبتحول نعم. لونها بتغير لونها حتى تبقى فيها طحالب كثيرة وريحتها بتتغير، لكن بيشربوا منها ما بيشربوا من المياه الجارية. من النيل نفسه جاري. أنا ما أدري أقول المياه الجارية مياه نقية لكنها أقل خطورة. نعم. من المياه الزي دي يعني دخلت في الخور دي. دخلت في الخور دي يعني. السمك نفس الحكاية، لأنه أصلا بيكون في المياه الجارية هو إذا اصطيد وبعد ذاك ما تعرض للتلوث بعد ما طلع من البحر هو نقل المرض غليل. نعم. صحيح تتعرض للميكروب أثناء
تسويقه يعني ونقله هكذا يعني، لأنه غذاء بيحتوي على غذاء. الميكروب أيضا ميكروبات المسببة للسلاسل المائية بتتكاثر في أي نوع من الغذاء الرطب. نعم. زي اللحمة زي السمك وهكذا يعني. يعني أنت لو في ميكروبين فقط يمكن أن يتحول إلى 10-20 داخل بأمواتية. فالسمك يمكن أن يكون أحد، لكن طبعا كل الحاجات اللي بتخش النار هي كفيلة بأنها تغطي. نحن نخاف من الـ من الـ من الـ من الـ من الأطعمة الطازجة اللي تتاكل نية ما تخش النار، ما تخش النار يعني. الخضار والفاكهة إذا ما هي نفسها ما 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 يعني بياكلها بيجيش نزول يعني. نعم. طيب موضوع النفايات وإصحاح البيئة هي واحد من العوامل أيضا الخطرة في هذا الموضوع. بعد الفاصل القادم نناقش هذه الجزئية. مرحبا بكم من جديد. نعود من جديد وننتقل لنقطة مياه الصرف الصحي، النفايات، العمليات اللي ممكن أو المهددات اللي ممكن تأثر في إصحاح البيئة. الناظر للخرطوم الآن ما حيكون بالتأكيد راضي عن وضع النفايات الموجودة في الخرطوم. فترة العيد أو قبل العيد ويوم الوقفة، وده عادي جدا بيحصل في كل الدول، بتلقى إنه بترتفع نسبة النفايات لأن الناس بتمشي السوق بتشتري أشياء وبتبتدي تتخلص من المخلفات. شهر رمضان نفسه يعني شهر فضيل وفيه الكرم وفيه أشياءنا اللي إحنا ذاتنا في كبيوت وكأسر بنستخدمها، وكلها أشياء ممكن تشكل نفايات خطرة. يعني في بعض الأحيان بنشوفها شيء بسيط، لكن إذا تراكمت وإذا تكدست وإذا تجانست مع بعضها البعض أنتجت شيء خطير. رؤياكم أنتوا للمرحلة دي، لمرحلة الخريف والنفايات ومرحلة الصرف الصحي والمشاكل دي كلها؟ لا مؤكد يغذي النفايات غذي صحة البيئة بصورة عامة هي واحدة من العوامل الاختطار الكبيرة جدا بالنسبة لكثير من قضايا الصحة، وبالتحديد قضية الإسهال المائي يعني. ونحن حقيقة ندعو لأنه لا بد أن تتم فيها معالجة سريعة يعني. الدعوة دي مؤكد لحكومة ولاية الخرطوم بحضر أنها تكثف جهودها، لكن أنا شاعر أنه يعني قد لا تستطيع الحكومة الآن في الولاية أنها تحدث فرق كبير في، لأنه الحقيقة دي ترتيبات وآليات وشغل أكثر يعني. لكن هناك بعض القضايا التي يمكن أن تسهم فيها الأسر نفسها يعني. مثلا واحدة من الأشياء التي يمكن أن تؤدي، أنا أصلا نحن نخاف من النفايات في أنها تزيد من تولد الذباب بصورة كبيرة يعني. نعم. الأوساخ هذه لو حفظت في أكياس مغلقة، هو الذباب أصلا بيخش للوساخة وبيضع بيضه بتكاثر. نعم. في هذه القمامة يعني. لكن لو أحكم إغلاقه حتى لو الناس بأي طريقة يعني، أنت لو خطيته في أكياس أكثر من كيس غطمنا على الرائح يعني، فممكن تحتفظ بيه داخل البيت لحد ما يجي الوساخه مثلا يعني. لكن كده ما هتبقى الاذيه اذيتين، هتكون انت خطيت المهدد ذاته جوه البيت. هي انت اصلا لو خطيته في الشارع حتى لو لاخته بيجي الكلب ولا بتجي الكديسه بتشره، ما دام ما يخش جوه البيت هاي الذباب يرجع لك في البيت يعني. لا. فانا شايف ان احنا صحيح، انا شايف الواجب ده هو واجب الحكومه، وده أخطر شيء، واجب المحليات، ده أخطر شيء بصورة كبيرة. لكن نحن حقيقة حقه نسهم في هذه القضية. نحن برضو عملنا مبادرات أخرى يعني، كليان قطاعية مزولة من قضية الإسهالات يعني من خلال تجواننا في الولايات يعني. في أنه عملنا نفرات استنفرنا فيها كل الطاقات الموجودة في المنطقة المحددة يعني، سواء كانوا شباب أو مرأة، والحكاية دي حقيقة أسهمت في أنها تحدث نظافة كبيرة يعني. لكن دكتور يعني هذه النفرات احترامي وتقديري الكبير لها، والسودانيين مشهورين بالحكايه دي يعني. بقول لك انا مطمئنه، انا على الصعيد الشخصي مطمئنه بانه السودانيين حيجتازوا الحكايه دي بيسر باذن الله، لانه مرت علينا كثير والحمد لله رب العالمين كثير من المحن، فبقينا مدربين والنفرات دي بقت عرف جاري. لكن اللي بيخوف انه الناس ما تاخذ من هذه التجربه وقفه. الان نحن محتاجين لاصحاح بيئه عالي المستوى. الخريف بيجينا في كل سنة وبنشتكي، فما بالك السنة دي وعندنا ضيف ثقيل الدم اسمه الإسهالات المائية. قرار فتح المدارس في الفترة دي بالذات في رأيك قرار صحيح، قرار سليم، قرار مطمئن،
ولا نحن فتحناها لأنه العام الدراسي أصلا مبرمج أنه يكون في يوليو؟ هل القرار ده لو ما كانت المدرسة في يوليو تبقى في أغسطس مثلا كنا هنتفادى الكثير من الضرر، أم وجود الآن في ظل كل هذه المعطيات اللي تكلمنا عنها ممكن يكون قرار مطمئن؟ نعم، أنا زي ما سبقت وقلت نحن أصلا قمنا وضعنا بعض الاشتراطات وناقشناها مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم على المستوى الاتحادي، وفي كل ولاية تم نقاش هذه القضية. يعني فأي ولاية اتخذت قرار إنها يعني فتحت المدارس في هذا الوقت هي استوفت عدد كبير جدا أو نسبة عالية من هذه الاشتراطات. يعني الاشتراطات دي منها النفايات؟ من النفايات فيما يخص المدرسة. ما نحن أصلا هو الخوف شنو؟ إنه المدرسة لأنه في أعداد كبيرة من الطلبة في مكان واحد إنه يحصل انتقال وسطهم. نعم، العدوى بين الطلاب نفسهم. بين الطلاب نفسهم يعني. لكن أنا إحنا شفنا المدارس كثيرة، المدارس نظيفة عموما لأنه أصلا الطلبة نفسهم بيسهموا في قضية النظافة والمعلمين مشهورين إنه أصلا نظافة كده يعني. نعم. اثنين، نحنا حصل لغات واسعة جدا مع الأساتذة نفسهم يعني. وتوعيتهم والدور اللي ممكن يقوموا به في الحفاظ على البيئة المدرسية، وأصلا في برنامج بتاع صحة مدرسية مشترك بيننا وبين وزارة التربية والتعليم. أنا شايف إنه كل هذه العوامل منت زي ما قلت الناس الآن أصبحوا يعني وعيهم عالي وخايفين نفسهم يعني صحيح بما فيهم الأساتذة نفسهم يعني. فأنا شايف إنه في ترتيبات كثيرة قامت يعني في ما خايف إنه المدرسة نظيفة لكن الشارع برا ما نظيف، ده بتخوف. ما هو الشارع ده ايضا يؤثر في الطالب سواء كان موجود في المدرسه ولا في المنزل. اي ما بغير حكايه فتح المدرسه يعني. لكن مؤكد هي اصحاح البيئه قضيه مهمه جدا، لابد انه يحصل فيها حراك سريع، ولابد ان المحليات تجتهد في انها يعني في بالتحديد قضيه نقل النفايات قضيه مهمه وقضيه اساسيه. طيب كلمنا في الدقائق المتبقيه عن الموقف بتاع الادويه، الادويه المنقذه للحياه، المحاليل الوريديه، المضادات الحيويه، مستشفيات كيف موقفة، المخزون الاستراتيجي من الأدوية دي بمنتهى الشفافية واقف وين؟ لا، نحن قضية الأدوية دي ما فيها أي مشكلة. نحن في اجتماعاتنا اليومية الآن نناقش المناطق التي يمكن أن تنقطع وسط الخريف، يعني الغورة الصغيرة نتيجة المياه الموجودة، لأنه في مناطق في السودان سيصعب الوصول لها أثناء الخريف. نعم. دي ده نتأكد إنه هي فيها مخزون كافي. ده بيعني ان احنا على مستوى المحليات على مستوى الولايات ارسلنا كمية من المخزون كافية، لكن ده نتأكد انه السلطات الصحية في المحلية المحددة اوصلت للغارية اكس، الغارية سين وصلت الدواء، لانها بعد اسبوعين من الان لن يمكن الوصول اليها. صحيح. فانا قضية الدواء هذه تمت فيها ترتيبات كبيرة جدا يعني بالتنسيق مع الاخوة في الصندوق القومي الإمدادات الطبية والتنسيق مع الأخوة في وزارة الصحة في الولايات والفرع الصحية في المحليات يعني. فالآن الدواء موجود وليس هناك مشكلة فيه، سواء كان في الدريبات المحلية الوريدية، سواء كان في المضادات الحيوية، أو حتى قضية الكلور نفسها التي يمكن أن تسهم. نحن الآن في مخزون مناسب، نعمل ترتيبات عشان نزيد المخزون بتاع الكلور في البلد. طيب انتوا في رايكم التدابير الوقائيه اللي مجهزينها مثلا للمدارس للطلاب في الفتره دي، يعني هل في مطبقات بتوزع على الطلاب مثلا؟ هل في تعليمات معينه بتبث عبر وسائل الاعلام للتثقيف في عمليه اذا عندك حتى مصاب بالكوليرا او بالاسهال المائي ايا كان عمليه التعامل معه كيف؟ متين يصل المستشفى الوقت المناسب له؟ اتفقنا مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم إنه يكون الأسبوع الأول كل طابور الصباح وحتى الحصة الأولى نفسها تكون للإرشادات الصحية. نعم. وسلمنا الإخوة في الوزارة وبدورهم سلمها للإخوة في المدارس، وحصل فيها نقاش يعني بحيث نتأكد إنه الأساتذة نفسهم هم واعين بهذه القضية، مطبقات بتشرح كل الإرشادات الصحية المطلوبة إنه يقوم بها الطالب. وضعنا بعض الترتيبات يعني داخل المدرسة نفسها، من سيشرف على قضية يتأكد أن المراحيض صحية، من سيتأكد أنه مناطق تقديم بيع الأكل هي مهيئة بطريقة ما، وهكذا يعني. باشتراطات. فهذه الاشتراطات حتى عين لها أساتذة في كل مدرسة عشان يقوموا بمراقبة ومتابعة والتأكد منها يعني. دكتور عصام محمد عبد الله وكيل وزارة الصحة الاتحادية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا دكتور. معلومات كثيرة ورسالتك تطمينية، أشكرك جزيل الشكر لحضورك ومشاركتك اليوم في أكثر من زاوية.
أمنياتنا بالصحة والعافية، وأمنياتنا أنه بالفعل يعني تكون سحابة صيف إن شاء الله وتعدى على خير، والناس كلها تتكاتف. يعني مجهود فيها لن يكون مجهود حكومة بس أو وزارة الصحة براها أو المحلية أو كذا، تتكاتف جميعا إلى أن تذهب بعيدا عنا بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر مرة ثانية. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا مشاهدي الكرام للمتابعة. إلى اللقاء. سلام عليكم.